السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثالثة في الأرنولد ريندر إنجين. النهاردة إن شاء الله كلامنا عن اللينير ورك فولو في الأرنولد. موضوع اللينير ورك فولو موضوع مهم، ولكن أنا مش هتكلم فيه بشكل مستفيض قوي، يعني هتكلم في المفيد على طول وإزاي نشتغل بشكل مظبوط في الارنولد. اللي عايز يستفيد في المعلومات اكتر عن اللينير ورك فولو هبقى شاير ان شاء الله فيديوهات فيها المعلومات الكاملة والعلمية والمظبوطة لللينير ورك فولو، سواء في الارنولد او سواء في الفي ري او سواء في اي ريندر انجن. اللينير ورك فولو موضوع مهم. طيب ندخل في الموضوع، نبدأ نتكلم في موضوع اللينير ورك فولو. خليني اخد تستاية صغيرة للكار. انا قبل ما اخد تستاية انا عايز اعمل حاجة صغيرة، اسمحولي اني انعم او اعمل سب ديفيجن للكار. تمام، انا مختار جزء او اوبجكت من العربية او الرفرف او جزء من الكبوت، وهبدأ انا طبعا بنخش على النود بتاعت الشيب وارنول ونبدا سب ديفيجن وكايت كلارك، يعني كفايه من ضمن الحاجات الكويسه في المويه الحقيقه ان هو بيحتفظ بالمينيو اللي انا شغال عليها دلوقتي. حتى لو انا اخترت اي اوبجكت تاني فده بصراحة يعني شيء محترم جدا، وزي ما انت شايف بيسهل الدنيا ازاي ويخليها سلسة اكتر. انا بس بعمل كده ليه؟ لان عشان بس وانا باخد تستات ما تبقاش الشكل، يعني ما يبقاش يعني يبقى لطيف يعني. تمام، انا حتى مش هعمل الاجزاء حتى المقابله ليها، انا طالما هاخد تسات من هنا من الزاويه دي فانا هكتفي بس بالايه بالاجزاء دي بحيث تبقى الدنيا يعني شكلها كويس. طبعا انا ما اشتغلتش لسه بقى في موضوع الاوبن سب ديفيجن او الكريس او كده، انا بس ايه انا ده مش موضوعنا دلوقتي. طيب تمام، اخد تستاية صغيرة، التستاية دي شغالها على الريندر فيو بتاع المايه. تمام، عشان ابدأ اتكلم من خلاله عن اللينير ورك فولو. هو انا بس برضو انا اسف ان انا شغال لسه على اللاب والاوبشن بتاع الكالر مانج مش شغال، بس ده مش هيأثر على المعلومة، يعني بصرف النظر عن ان الكالر مانجمنت مش شغال او كده فده ملوش علاقة بالمعلومة اللي انا عايز اقولها. هنستفيد ان شاء الله بالمعلومة بصرف النظر عن الكالر مانجمنت وكارت الشاشة اللي مش ظابط معايا الأداء، بس تمام يعني هنعرف نتصرف ان شاء الله، وهقول لكم على المعلومة بشكل كامل وهقول لك ازاي تشتغل بالطريقة الصح بالنسبة لللينير ورك فولو في الأرنولد. يعني أنا عايز أقولك إن أنا هتكلم في الموضوع دوت يعني باختصار، مش هحاول إن أنا يعني أخش في المفيد زي ما بيقولوا. تمام، أخلص أهو. تمام جدا، دي الصورة اللي طلعت معايا. وطبعا بما اني بقى ايه مش شغال الكار مانجمنت مش شغال، تمام، فانا بستعوض عنه
بالرقم ده 2.2. طبعا انت مش هتعمل كده لاني انا بس اللي بكتب 2.2 لاني الكالر مانجمنت مش شغال، انما لو انت الكالر مانجمنت شغال عندك وكله تمام مش هتكتب الرقم ده هنا. الرقم ده هو هو بالظبط اكنك مشغل الكالر مانجمنت وكل حاجة تمام عندك، يعني ده بيساوي ده بالظبط، مفيش اي فرق. تمام، طالما مفيش اي فرق واكني كده انا فاتح الكالر مانجمنت، حلو قوي. يبقى هي دي الصورة اللي هتظهر لي لما اخد الرندر بتاعي، حلو قوي. دي صورة انت شايف ان هي باهتة شوية، يعني فيها بهتان. دي القيمة الصح للجاما، لكن مش دي الصورة الصح. طيب امال ايه الصورة الصح؟ الصورة الصح هي ايه؟ خليني ادي ماتيريالية عشان اقول لك هنعمل ايه. ماتيريال الاجزاء دي او هتلبك كمان، ولو هنا في بس هنبقى نفصل بعدين. تمام، ناخد الاجزاء دي و زي ما اتفقنا من الفيفوريت عندنا الاي اي ستاندرد سيرفيس، وبالمرة نفتح الاي بي ار بتاع الارنولد. تمام، وبرضو انا اللي بس اللي بكتب هنا 2.2 اوكي عشان برضو ما تتلخبطش. طيب زي ما اتفقنا ان اول حاجة انا بعملها اني بقفل السبيكيولر، وانا دي هي كانت 8 من 10، انا خليتها 1 زي ما هي عشان ما يبقاش في اي اختلاف او اي يعني مشكلة في اللون اللي هيظهر سواء هنا او هنا، يبقى اللون واحد وكله هيبقى تمام. يعني لو كانت دي 8 من 10 هتلاقي اختلاف في اللون ان هو بيقلل درجة اللون طبعا، فانا عايز اللون يبقى بيور جميل. طبعا انا ايه، هو العربية مش لونها ابيض، خلينا نقول مثلا لون العربية مثلا احمر شوية كده يعني. جميل جدا، ده اللون بتاعنا ودي الجامعة الصح. تمام، اللي هي هتبقى شغالة عندك تلقائي، اللي هي هتبقى بالكالر مانجمنت عندك هتبقى شغالة مظبوط. بس انا قلت لك ان الصورة دي مش مظبوطة، سواء الصورة اللي هي ترندرت في الاول دي او سواء حتى اللي واخدة اللون ده مش مظبوطة. امال ايه الصورة المظبوطة او نعمل ايه؟ تمام، بكل بساطة خليني افتح الهايبر شيد. تمام، و تمام ايه تاخدني اهي. جميل جدا. هو اللون جرى له حاجة ولا انا اخترت حاجة تانية من غير ما اقصد فادتني ماتيريالية تانية اهي. امال نعمل ايه عشان نظبط الجامعة او عشان نظبط اللون ويبقى مظبوط بالنسبة للريندر؟ بمنتهى البساطة هنسيرش على حاجة اسمها جامعة اهو، وهنستخدمها سواء انا شغال حاطط كلر بس او حاطط تكشر مكان الكلر. تمام، يبقى سواء شغال كلر او سواء شغال تكشر الاتنين هستخدم فيهم الجاما. لو شغال تكشر هحط التكشراية، انا ماسك النود بتاعت الجاما هحط التكشراية هنا، وكده كده انا الجاما نفسها هركبها في الكلر بالنسبة للماتيريال. جميل، يبقى الجامعة كده كده هتركب في الكلر، ولو انا في تكشر هحط التكشراية هركبها جوه الجامعة. جميل، لو مفيش تكشر وشغال لون
يبقى هنعمل ايه؟ هنخلي اللون اللي انا كنت مختاره في الكلر هنا في الماتيريال هو اللي انا هختاره هنا في الجاما. جميل، هو محتفظ باللون، جميل جدا كده. طيب نفس زي ما في هنا قيمة، او زي ما في قيمة متعارف عليها، يعني هي خلاص بعد ما بحثوا وهرسوا الموضوع لقوا ان قيمة ال 2.2 هي القيمة الصح بالنسبة للشاشات وبالنسبة للتلفزيون وبالنسبة للرؤية الصح، يعني لقوا ان القيمة دي هي الصح للجاما. المقابل ليها تمام، بعد ما نقسم حاجات على حاجات وعمليات حسابية يعني معينة كده، لقوا ان الرقم ده هو ده الصح برضو بالنسبة للنود بتاعت الجاما اللي انا مستخدمها دلوقتي، اللي هي قيمة 454، وهكتبها في كل الخانات 0.454. جميل، دي تعتبر اللي هو ال R G B. يبقى هكتب في ال R نفس القيمة اللي في ال G نفس القيمة اللي في ال B. جميل، دي قيم متعارف عليها برضو، تمام، ستاندرد، يعني تعتبر قيم ستاندرد. يبقى نراجع مرة كمان، لو أنا هستخدم اللون فقط، أنا هحط الجاما، هحط اللون في الجاما، تمام، هنا اهو. لو هستخدم تكشر هحط التكشر برضو هنا اهو. يبقى سواء لون، سواء هستخدم لون في الكلر أو سواء هستخدم تكشر في الكلر، يبقى لما هنستخدم المايه سواء لون هنخليه لون، سواء تكشر هنخليها تكشر، والقيمة دي هنكتبها زي ما هي كده. كده انا عدلت الجاما وكده الصورة، شايفين بقت اغمق ازاي. على فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة، تعالوا ناخد سناب شوت وتعالوا نرجع القيمة واحد واحد واحد. جميل، دي النود بتاعت الجاما، وتعالوا ناخد سناب شوت كمان مرة بس يرندر كده شوية حلوين، يعني ينعم الصورة شوية، تمام، بحيث نعرف نقارن، تمام. يعني ناخد سناب شوت، شايفين بقى هنا لما عدلنا الجاما بقت اللون عامل ازاي، ولما قبل تعديل الجاما اللون عامل ازاي. ده اللون الغلط وده اللون الصح، ده بعد تعديل الجاما وخليناها 0.454 0.454 0.454. اوكي، دي القيم الصح ودي القيمة الغلط، تمام. كل ده بالرغم ان احنا شغالين 2.2. اوكي، يبقى بالرغم ان انا شغال 2.2 لما قبل ما استخدم الجاما بقى كوريكشن، قبل ما استخدم النودة بتاعت الجاما كوريكشن، كانت دي الصورة اللي طالعه لي وانا مستخدم الجاما. بالنسبة للاي بي ار او بالنسبة للريندر فيو. جميل، لما عدلت في النود بتاعت الجاما كوريكشن ادتني الصورة دي، ودي هي الصح. جميل، يبقى لازم هنا القيمة تكون 2.2 وهنا تكون 4.54 طبعا 0.454. اوكي، جميل جدا، ده كده ده الورك فولو ان هنشتغل عليه دائما وابدا. جميل، بحيث انت كده هتبقى شغال لينير ورك فولو بشكل مظبوط. الحاجه الوحيده اللي انت مش هتعملها ان انت بس مش هتكتب هنا 2.2، ولا هتكتب حتى في الريندر فيو بتاع المايه لما هترندر، ولا هتكتب هنا 2.2، لان انت هيكون عندك الكلر مانجمنت شغاله وهتديك نفس النتيجه ديت بالظبط. جميل، بالمناسبة لما دي هتكون شغالة طبعا هو بيكون مختي... بي 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 بيكون الكلر مانجمنت متظبط على الاختيار اللي هو اس ار جي بي. الاس ار جي بي هو ال 2.2 في الاساس، لذلك انا بقول لك دي زي دي. وحتى انت كمان في حاجة كمان، انت ممكن لو يعني في هنا في القايمة برضو من ضمن الاختيارات بتاعت الجاما 2.2
2.2 جاما، تمام، هي بالظبط الاس ار جي بي جاما، دي هي دي بالظبط. فسواء فاحنا بنخليها يعني اللي هي ايه اس ار جي بي، بحيث ان بقى هو ده المصطلح برضو المتعارف عليه بالنسبة لموضوع الجاما. ويقول لك مثلا انت شغال على كالر سبيس ايه، هتقول له انا شغال كالر سبيس اس ار جي بي، يبقى انت كده تمام وشغال مظبوط بالنسبة لللينير ورك فولو والجاما بتاعتك. جميل، يبقى انت مالكش علاقة بالكتابة ديت، انت هتكون دي شغالة تمام، والاوبشن دوت زي ما هو كده تمام، وهتركب النود بتاعت الجاما كوركشن في الكالر. جميل، ملحوظة بس صغيرة بالنسبة لل الجاما كوركشن، النود بتاعت الجاما كوركشن هنستخدمها في الحاجات اللي هي محتاجة ألوان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي تكشر هستخدمها، والتكشر دي هتتركب في الكالر مثلا، يبقى هستخدم الجاما كوركشن. ليه؟ لان التكشر، لان التشانل بتاعت الكالر، اوكي، التشانل دي بتستخدم الار جي بي بتاعت التكشر اللي انت جايبها، فده معناه او ده يستدعي انك تستخدم الجاما كوركشن. طيب ما انا عندي برضو عندي نود او عندي تشانل تانية اسمها بامب مثلا، البامب بتستخدم مونو كروماتيك، او يعني او بتست او حاجه اسمها ايه الار او الجي او البي بس، يعني مونو يعني لون او يعني ايه درجه واحده بس من ال يا الار يا الجي يا البي، يا الريد يا البلو يا الجرين، وطبعا مش على هيئه لون، على هيئه ابيض واسود، فده المونو. فانت لو في حاجه بتستخدم المونو تمام، يبقى مش هنستخدم لها الكالر او الجاما كوركشن. تمام، اي شيء بقى، اي شيء هيكون مونو، زي مثلا ما هو الديسبليسمنت مونو، لان انا محتاج برضو صوره ابيض واسود بس عشان اعمل بيها ديسبليسمنت مثلا. الاوباستي كمان، الاوباستي انا محتاج صوره ابيض واسود عشان اعمل بيها اوباستي. يبقى جميع الحاجات اللي هي مونو مش هنستخدم فيها الجاما كوركشن، والحاجات اللي هي بقى اي شيء تاني هيبقى مستدعي ان انا بستخدم فيه الكالر او هستخدم فيه الار جي بي زي الكالر تشانل، يبقى هستخدم فيها الجاما وكوركشن. جميل، وبس هو ده كده اللينير ورك فولو بشكل مبسط. وانت لو عملت كده هتبقى انت شغال مظبوط، والصورة بتاعتك هتطلع مظبوطة تمام. يعني احنا ممكن بقى ايه يعني عشان نطلع احنا كمان بصورة مظبوطة شوية بالنسبة للعربية، ما تبقاش شكلها عامل كده، بالمرة نعدل في حاجات بسيطة يعني بالنسبة تعالوا نقفل بقى الايه السناب شوت اللي كنا بنستخدمه. جميل، وتعالوا نستخدم الميتالنس. تمام، شيء لطيف اهو، يعني ظبط معايا الدنيا شوية. الميتالنس برضو ايه لحد ما بيظبط ميتال كويس. انا عندي هنا كمان على فكرة حاجة اسمها كوت، الطبقة اللي اتكلمنا عليها قبل كده ممكن نستخدمها برضو تمام. لو انا مستخدم الكوت من غير الميتال هيديك نفس الاحساس، بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الكود دي طبقة طبقة الورنيش اللي قلنا عليها قبل كده لوحدها تمام. هو هنا اللي بطل ده.
بحس بال يعني ايه اللي حصل. ماشي اهو، مش عايز ينهانس الصورة اكتر من كده. طب ماشي تعالى، يعني انت عايز 100 الناس مثلا اهو. واضح اني طب انا هقفل الاي بي ار وافتحه كمان مرة. كده يعني. ايه طيب، ايه اللي كان حاصل يعني؟ تمام جدا. وانا طبعا حتى وانا مشغل لمعة او ميتال نس مش شايف لمعات، يعني مشغل الميتال ومشغل الكود ويعني مظبط له يعني الموضوع، ومش شايف اي حاجة بتلمع. يعني هو ده نتيجة ده نتيجة ان احنا مش حاطين غير اضاءة واحدة بس، جلوبال يعني، اضاءة جلوبال كده ايه، وحتى ما فيهاش سما ولا شمس ولا حاجة تدي لمعة او تدي كده. فاحنا ممكن ايه يعني نخلي الموضوع بسيط شوية ونكريت بوينتاية تمام تدينا اللمعة اللي احنا عايزينها. طب البونتاية مرمية في مكان ما، فعشان نجيبها هندوس كليك على الموف وهنهولد على الفي من الكيبورد وميدل كليك على اي فيرتكس في العربية، كده احنا جبنا الاضاءة جنبنا زي ما احنا شايفين اهو، اهي كده الاضاءة معانا. واعتقد ان هي يعني لحد ما انا شايفها يعني مش مدية التأثير كامل، لاني برضو هي بالنسبة للارنولد الاضاءة الانتنستي الواحد دي ضعيفة. فانا ممكن اعمل ايه، ممكن انزل التابة بتاعت الارنولد وانا مسلك الاضاءة. هو من الاشياء الجميلة اللي الارنولد عاملها انه حاطط تابة كاوبشنز للارنولد جوه الاضاءات الستاندرد جوه بتاعه المايه تمام. فانا هدخل على التاب بتاعه الارنولد وازود شويه في الاكسبوجر يعني عشان اشوف اي فرق او اي اختلاف. برضو انا مش شايف، يبقى مش كافي. خلينا نقول مثلا 10. هو ايه يعني مش طب 20 حلو، ده كلام جميل جدا. خلي بالك ان هو مشغل الشادو ومشغل حاجات كتير تمام، انا في غنى عنها ومش عايزها يعني، ولا فوليومتريك شادو ولا حتى قصد شادو تمام. الدنيا لسعت لسعة زي الفل. طيب نعمل ايه؟ ننزل على الاوبشنات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده بتاعت الاضاءات، اللي هو مفصص السين بتاعي. هو انا محتاج ايه من الاضاءه؟ ان هي تدي لمعه بس هنا صح كده، اي اللمعه اللي هي اللي هي السبيكيولا. طب هل انا محتاج ديفيوز؟ لا، نقفل ديفيوز. ايوه كده. هل انا في السين اي سب سيرفيس كتر؟ مفيش، نقفل. في ان دايركت مش عايزين، في فوليوم مفيش. ده شيء في منتهى الجمال. وبدأنا ان احنا ندي اللمعه بتاعتنا، حاجة جميلة جدا اهو. ونقدر برضه نتلاعب بقى بالماتيريال شوية، نشوف الكود هل هو مقصر ازاي او كده. تعالوا برضه ندي سناب شوت. وتعالوا نقفل الكود عشان نعرف بس التأثير بتاع الكود بيعمل ايه بالظبط. طبعا هو الكود انا عايز اقولك ان هو مهم جدا. يعني ليه بقى؟ ان انا دلوقتي بقت عندي الموضوع ميتال مش كار بينت، مش اللي هو مش المعدن بتاع العربية او اللمعة بتاعة العربية اللي احنا عارفينها. فالكود هو اللي بيديني الاحساس ده ازاي يعني. تعالوا نقارن، شايفين الكود مخلي العربية ازاي تحسها
زي ما بنشوفها. طبعا هي لسه فيها كلام، لسه العربية ولسه فيها شوية تكشرز ولسه فيها بقى شوية اوبشنات هنعملها كتير، بس مؤقتا الكود مظبط لي شوية ايه احساس الميتال بتاع العربية. لكن دي الميتال سوليد كده، اللي هو ايه جامد او يعني ايه غامق. انما بالنسبة للكود اللي هو طبقة الورنيش اللي كنا قلنا عليها، لما بتتحط بتديني ايه شكل احلى للحاجات اللي فيها ميتال، والحاجات اللي هي تعتبر ليها طبقة لميع او طبقة حاجة بتلمع او كده، فبتديني. شايفين اتطفت ازاي؟ بقت مطفية من غير الكود اهو. لكن احنا عايزين فعلا ايه نستخدم الكود. انا قفلت السناب شوت تمام، عشان هنبدأ هنستخدم الكود من تاني، يعني عشان يدي شكل ألطف. ده كلام جميل جدا. نقدر بقى على فكرة هقولك على بعض الأوبشنات. أنا عندي هنا مثلا نقدر ناخد الجزء دوت من الفانوس، وناخد الجزء ده، ممكن كمان الكبوت ده او الاكسدان دون، والاجزاء اللي هي السبورت. خليني كده عشان تبقى نفس الزاوية. الاجزاء ديت الاكسدانات، تعال نرجع للزاوية تاني. ندي ماتيريالات جديدة، فيفوريت اي اي ستاندرد، من غير ما اعمل انا بقى اي حاجة هنا، مش هعمل اي شيء. في الارنولد حاجة ظريفة جدا برضو، من ضمن الاوبشنات تحديثات الارنولد، انه اداني هنا شوية بريسيتس هايلين زي ما كنا بنشوفها في المينتال ري اركتكتشر ماتيريال. ادي هنا عندي كار بينت كمان، وعندي كار بينت ميتاليك، وعندي انا طبعا عشان مختار الاجزاء بتاعت الاكسجام وكده، فانا هاي خلينا نختار الكروم. جميل، ريبليس. هو هنا ايه اختار لي او اداني القيم اللي تديني كروم بشكل المفروض ان هو بشكل لطيف يعني، ولكن انا مش شايفه لطيف بصراحة. دايما انا يعني المرة الوحيدة اللي استخدم فيها البريسيتس الاقيه مش ظابط. ما علينا، مش دي ماشي، مش هو حتى مشغل هو الميتال وبتاع، ولكن انا شايف ان الدنيا يعني ايه يعني مش عارف بصراحة ليه هو مشغل الميتال. انا صراحة حابب ان انا اشغل بلاش من الميتال. تمام، نقدر ان احنا والرفنس دي اللي هي قطر الرفنس دي اللي هي اللمعة نفسها قد ايه قطرها، قطر اللمعة بتاعة الماتيريال اللي انا عايز اعملها. تمام، شايفين ده القطر. عايز اتاكد بس من حاجه، لان انا كتير بنسى الحكايه دي، اتاكد اني مشغل السامبل او مشغل السبيكولار كويس والريديبس. ده كلام جميل. زي ما شايفين ادي الاي او ار بالنسبه للسبيكولار ظبط معايا الدنيا. ممكن تقلل أو تزود القطر، هو ما ده مش القطر الحقيقة، هو ده الرفنس، ده مش قطر اللمعة، خلي بالك ده مش قطرها. الرفنس ده مش القطر، ده بيعمل ايه؟ ده بيسيح الريفليكشن اللي موجود، ده تسيح القطر هنا في الاي او ار.
انما ده بيسيح لك اللي هو الجلوسي، المقابل في الجلوسي في الفيرين اللي هو انا مسميه رفنس يعني. فشايف لو في اي ريفليكشن او حاجه سايح، لكن انا مش عايزه سايح قوي الحقيقه، انا عايزه ايه واضح شويه. تمام، جيت هنا بقى الاي او ار هو القطر بتاع اللمعة. جميل. ممكن كمان على فكرة تقفل الديفيوز خالص او الكالرين. جميل. طبعا ده ما لهاش قيمة بقى خلاص، لان انت كده كده دي لونها اسود، فما بقاش ليها قيمة، ما بقاش ليها الويت، ما بقاش ليه لازمة يعني. تمام. بالنسبة للميتال تقدر بقى هنا تشوفه، ممكن هنا بقى الميتال هيديك شوية غمقان، يغمق لك الدنيا شوية. أنا مش محتاج بصراحة التغميقة دي. تمام. خليها زي ما كانت. ده بالنسبة للرفنس اي او ار، نزوده شوية كمان. جميل جدا، هو برضو يعني قفش، ولكن احنا ممكن نقفله ونرستره تاني الاي بي ار عشان يديني انهانس شوية في النتيجة اللي هتطلع لي. جميل جدا، وبكده نكون اتكلمنا عن اللينيال ورك فولو بشكل مبسط، واتكلمنا شوية عن الماتيريال وازاي نستخدمها، وجربوا برضو الريسيتس يعني الى حد ما. دي بتبقى زي ستارت بوينت بتاعتك، بتبدأ بيها بس ايه الماتيريالات بتاعتك، وبتظبط انت بقى بعد كده اوبشناتك عشان يديك الشكل المطلوب اللي انت متخيله او اللي انت عايزه يبقى موجود في الماتيريالات بتاعتك او في الاوبجكت بتاعك. ان شاء الله تكونوا استفدتم، واشوفكم في المحاضرة الجاية على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.